تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مع ظهور الخوارج ووجود خطرهم، إلا أن ذلك أثر نتيجة عكسية على بعض المسلمين، حيث مالوا للإرجاء وللتساهل في الدين، فهل من كلمة في ذلك وفقكم الله؟ كلاهما مذهب باطل، الإرجاء والخروج، والحق هو الوسط الذي ليس فيه غلو وليس فيه تساهل، هذا هو الحق، وهو الذي عليه، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي عليه المسلمون لا يزالون ولله الحمد من لا يزال على الصراط المستقيم من المسلمين من تقوم به الحجة على الخلق، فلا إفراط ولا تفريط. نعم، كلاهما ضال، لا المرجي ولا الخارجي. نعم، وخارج عن الصراط المستقيم. نعم.